الجزاء على بداية شوط المباراة الثاني. جاءت ضربة الجزاء لتقتل الأهلي من الوريد إلى الوريد. وشوف الكرة مرة ثانية والوقوع ليوسف العربي والاحتساب لضربة الجزاء الآن من حكم المباراة. وياسر المسليم وش الهوب، جول، ثالث أهداف الهلال، الهدف الثالث الآن للهلال يسجل محمد الشلهوب من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة ليوسف العربي. تصدى لها محمد الشلهوب الذي يسجل أول أهدافه هذا الموسم، أخيرا يسجل أول أهدافه. طبعا اليوم ثلاثة لاعبين يسجلون أول أهدافهم هذا الموسم، الشلهوب، الفريدي، ويوب يونغسو، الثلاثة لأول مرة يسجلون في الموسم. وفي مرمى من؟ في مرمى